السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثالثة، قبل الله صيامكم وقيامكم. إن شاء الله راح نبدأ اليوم محاضرة الفوليت أنتاغونست استكمالا لمحاضرات الأنتي بكتيريال. الفوليت أنتاغونست طبعا هي تستهدف هنا في هاي الحالة السينثيسيس أوف فوليك أسيد. حقيقة أكو اختلاف بين الخلية البكتيريال سيلز اللي هي البروكاريوتيبس والأنيمال سيلز اللي هي الإيكاريوتيبس. الاختلاف هو انه الايكاريوتيبس اللي هي الخليه الحيوانيه تستخدم الفوليك اسيد اللي هو يجينا من النيو نيوتريشن، يعني من التغذيه، بينما البكتيريال سيل اللي هي البروكاريوتيب هي اللي تصنع عندي الفوليك اسيد اللي هو يعتبر كوانزايم اسينشال ان ذا سينثيسيس اوف ريبونيوكليك اسيد اللي هو ار ان اي on DNA on certain amino acids، يعني انه تدخل بالمانيفاكتشرنج والسينثيسيس اوف الار ان اي والدي ان اي وبعض الامينو اسيدز. In the absence of folate، اذا عدم وجود الفوليت cell cannot grow or divide. اذا معناها ما دام cannot grow or cannot divide، اذا معناه هو stop growth، اذا معناه هو static. اذا شنو اللي يشتغل على الفوليت يعتبر statics، يعني بكتيريوس ستاتيك. Human cells dietary folate to synthesis the critical folate derivative tetrahydrofolic acid اللي هو هذا أهم شيء. By contrast, many bacteria are impermeable to the folate derivatives and relay إنه هي تبدي الصنعة on their ability to synthesize folate de novo، يعني تصنع لي الفوليت من ذات نفسها. السلفوناميد اللي هي سلفا دراج are family of antibiotics that inhibit de novo synthesis. اذا معناها عندي السلفوناميد السلفا دراج بيسوي لي inhibition للصناعه الذاتيه المن للفوليك اسيد، فبالتالي انه الفوليت يتوقف السينثيسيس مالته. A second type of folate antagonist اللي هو الترايميثبرين prevent microorganism from converting dihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid. يعني من الدايهايدروفوليك اسيد الى تتراهايدروفوليك اسيد هنا راح يتوقف، اكو عندي انزيم راح يسوي له كوبلينج او يسوي له انهبيشن، فبالتالي ما راح يكون عندي تصنيع للتتراهايدروفوليك اسيد اللي هو يدخل يعني للنيوكليوس ويصنع لي الدي ان اي والار ان اي والسب تايبس اوف امينو اسيدز. لذلك بوث سلفونامايد ان ترايميثبرين انترفير وذ ذا ايبيليتي اوف ان انترفيرنت بكتيريوم تو بيرفورم دي ان اي سينثيسيس اند اذر اسينشال سيلولار فانكشنز. ذا كومبينيشن اوف ذا سلفونامايد سلفاميثاكسازول وذ ترايميثبرين اللي هو جينيتيك يعني جينيريك نيم for the combination is cotrimoxazole يسمونه اللي هو الكومبينيشن provide a synergistic effect، يعني هذا الكومبينيشن راح ينطيني synergistic effect. نيجي اولا اللي نشرحه هو السلفونامايدز اللي هو السلفا دراج were among the first antibiotic used in a clinical practice. Today they seldom prescribe alone except in the developing countries where they are employed because of low cost and efficacy. طبعا هنا لحد الان يتم استخدام الميثبرين لانه اول شيء تصنيعه سهل، وبنفس الوقت اللو كوست مالته ممكن انه يعني انه يستفاد منه، لكن المشكله الافيكاسي مالته قلت. ليش؟ بمرور الزمن لانه عندي راح صار عندي بكتيريال ريسيستنت. الميكانيزم اوف اكشن مايكرو اورجانيزم يوز ذا انزيم دايهايدروبتوريت سينثيتيز تو كريت دايهايدروفوليك اسيد. اذا الخطوه الاولى اصنع دايهايدروفوليك اسيد منين؟ بواسطه الانزيم اللي يسمونه دايهايدروبتوريت سينثيتيز زيرو، يصنع عندي الدايهايدروفوليك اسيد فروم يا بريكيرسر. البريكيرسر اللي هو يسمونه بارا امينو بنزويك اسيد، البابا يسمونه بارا امينو بنزويك اسيد. سلفونامايد ار سينثيتيك انالوج اوف بارا امينو بنزويك، يعني معناها انه يجي شو يسوي السلفونامايد؟ يعوض المكان
اللي هو مال البابا because of their structure similarity، يعني اكو انه مشابه لنفس الستراكشر. سلفوناميد كومبيتد وذ ذا بابا اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد، تنافس وياه تو انهبت شنو داي هايدروبتوريت سينثيتيز. اذا معناه ما راح يصنع عندي اياه هو الداي هايدروفوليك اسيد، فبالتالي راح انه سينثيسيس داي هايدروفوليك اسيد راح يتوقف بكتيريال داي هايدروفوليك اسيد، وبالتالي عندي التترا هايدروفوليك اسيد اللي احنا اصلا يعني نستفاد منه ما راح يتكون، فراح يتوقف عندي الجروث of this bacteria. لذلك this agent include cotrimoxazole are bacteriostatic. زين. Antibacterial spectrum self-drug have in vitro activity against gram-negative and gram-positive organisms. Common organisms include enterobacteriase, Haemophilus influenzae, Streptococcus, Staphylococcus, Nocardia أيضا, Nocardia species. Additionally, sulfadiazine in combination with the dihydrofolate reductase inhibitor brimethamine راح يسوي the preferred treatment of toxoplasmosis. إذا عندي تركيبة جديدة اللي هي شوفوا عيني اللي هو sulfadiazine مع البرايميثامين اللي هو راح يصير عندي combination يعتبر في the preferred treatment order of choice for treatment toxoplasmosis. نيجي على الريسيستنت بكتيريا ذات اوبتين فوليت فروم ذير انفايرمنت ار ناتشورالي ريسيستنت تو ذا سلفا دراج. اكوايرد بكتيريا ريسيستنت تو ذا سلفا دراج كان رايز فروم ذا بلازمايد ترانسفير اور راندوم ميوتيشن. يعني اما تكوين عندي بلازمايد ترانسفير يسمونه او عندي يصير عندي ميوتيشن طفره وراثيه اللي هي يصير عندي جينيتيك يعني جينيتيك يعني تشينجز، هذا جينيتيك ميوتيشن او جينيتيك تشينجز هي اللي راح ممكن تسبب لي البكتيريا ريسيستنت. هنا ريسيستنت مي بي ديو تو نمبر 1 التر داي هيدروكتوريت سينثيتيز، هذا اول واحد. ديكريز سيلولر بيرميابيليتي، طبعا هذا وارد في ذا سيلف ادرك، دائما البكتيريا تتخذ هاي، اغلب البكتيريا تتخذ هاي الطريقة انه تسوي ديكريز يعني سيلولر بيرميابيليتي، تقلل البيرميابيليتي دخول الدرج، وانهانس برودكشن اوف ذا ناتشورال سبستريت اللي هو البابا، يعني انه تصنع اكبر عدد من الـ من, الـ من الـ البابا اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد، فبالتالي ما راح ممكن انه ليش؟ لانه هو اصلا كومبتيتيف، يعني السلفا ديازين السلفا جروب اللي هو يصير كومبتيتيف، اذا كومبتيتيف ديبند اون كونسنتريشن، يا هو من عندهم يزداد الكونسنتريشن مالته ممكن انه ياخذ الدور. فهنا راح شو تسوي البكتيريا؟ تصنع البابا بكميات كبيره حتى شو يسوي؟ هو ياخذ الدور، فبالتالي ممكن انه السلفا يقل يصير له ريسيستنت. عندنا ملاحظه الاورجانيزم ريسيستنت تو ون ممبر اوف ذيس دراج فاميلي ار ريسيستنت تو اول، يعني انه اذا مثلا صارت عندي ريسيستنت مثلا لدرج معين من السلفا يعني ممبرز يعني اعضاء السلفا مثلا سلفا سلازين سلفا ديازين السؤال كله، ف يقول لك يابا انه ترى هاي اذا صارت ريسيستنت لهاي البكتيريا انه ممكن يكون ريسيستنت لكل الدرجات اللي موجوده بنفس الفاميلي. الفارماكوكاينتكس الابزوربشن موست سلفا دراجز ار ويل ابزورب فولوينج اورال ادمنستريشن، يعني اورالي اوكي ما عندنا مشكله. اكسبشن عندنا واحد اللي هو السلفا سلازين. شنو مشكله السلفا سلازين؟ ات از نوت ابزورب وين ادمنسترد اورالي اور از سبوزيتوري اند ذيرفور از ريزيرف فور ذا تريتمنت اوف كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز. طبعا كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز من الامراض المتعبه اللي ممكن انه يعني تسوي كرونز ديزيز. فهنا عندنا اللي هو اول شيء راح يبدي انفلاماتوري باول ديزيز، بعدين يصير عندنا السيرتيف كولايتس، وبعدها يصير عندي تتفاقم الحاله ويصير عندي كرونز ديزيز. فهنا ممكن نستخدم له السلفا سلازين. الانتستينال فلورا، الانتستينال فلورا راح تكسر عندنا السلفا سلازين الى سلفا بايريدين وفايف امينو سلسليك اسيد، تنتج الى سلفا بايريدين، والسلفا سلازين يتحول الى سلفا بايريدين ويتحول الى 5 امينو سلسليك اسيد او 5 امينو سلسليت، وذ ذا لتر اللي هو الاخير اكزيرتين ذا انتي انفلاماتوري افكت، هنا هو اللي راح يشتغل
على الانفلاماتوري باول ديزيز، لانه هو انفلاماتوري يعني انفلاميشن، فهذا يشتغل انتي انفلاماتوري بهاي الحاله، ولانه هو وجود السالسيدين. زين، الابزوربشن اوف سلفابيريدين كان ليد تو توكسيسيتي ان بيشنت هو ار سلو استيليتر. سلو استيليتر، بعض البيشنت مثلا ذول اللي هم يعني جنوب افريقيا يسمون الافريقيين الامريكان، افريكان يسمون الامريكان الافريقيين، هذول مشكلتهم انه عندهم بعض التشينجز يعني جينيتيك تشينجز من ناحيه الميتابوليزم اخوان، يعني عندهم مثلا مشكله بالاستيليتر. هاي شنو الاستيليتر؟ يعني الاستيليشن ميكانيزم لعمليه الميتابوليزم، هاي عندهم مشكله هنا، تقل عندهم او قليله او تكون بطيئه الاستيليتر. فهنا ايش راح يسوي اذا هذا البيشنت مثلا من هذا الجروب واخذ السلفابيريدين؟ ممكن يسوي لي توكسيسيتي لانه عندي سلو استيليتر. ليش؟ لانه هذا الميتابوليزم مالته باي استيليشن ميكانيزم اوف ذا ميتابوليزم ان ذا ليفر، فاذا هو اصلا عنده سلو فمعناها راح يزيد التوكسيسيتي مالته. الانترافينوس سلفونامايدز ار جنرالي ريزيرف فور ذا بيشنت هو ار انيبل تو تيك اورال بريبريشنز اور هاف سيفير انفكشن، يعني البيشنت اللي ما يقدر يعني يبلع الاورالي، وبالتالي ممكن نستخدم الانترافينوس، وهذا يفيدنا ايضا في حاله السيفير انفكشن. Because of the risk of sensitization, sulfa drug are not usually applied topically. طبعا هنا عندي ملاحظه على هاي النقطه، يعني السلفا هو فقط عندنا علاج واحد حقيقه يستخدم لصش كيس، اللي هو يستخدم توبيكالي، اللي هو في حاله الحروق، اللي هو سيلفر سلفا ديازين. السيلفر سلفا ديازين هو مجموعه السلفا يستخدم انما توبيكالي للحروق. لذلك يعني انه تحددت الاستخدامات مالته لوكالي لانه بي توكسيسيتي. اذا عندنا ان بيرن يونتس في وحدات الحروق سيلفر سلفا ديازين اور مافينايد، اللي هو مافينايد الاسيتيت، طبعا الفا امينو بارا تولوين سلفونامايد كريم، هذا طبعا have been effective in reducing burn associated with sepsis because they prevent colonization. طبعا هنا يحمينا من السبسس لانه يمنع الكولونايزيشن اوف ذا بكتيريا، يعني عمليه تكوين الكولونات او المستعمرات البكتيريه ووقوفها. السيلفر سلفا ديازين از بريفيرد بيكوز مافينايد اللي هو اسيتيت برودوس بين اون ذا ابلكيشن. اذا معناها لو يجيكم احتمال ام سي كيو لك ليش وقف المافينايد اسيتيت منه استخدامه كابلكيشن مكان مثلا السيلفر سلفا ديازين؟ قلنا لانه يسوي لنا pain on application، يعني يسوي لنا الم بالابلكيشن، and its absorption may contribute to the acid base disturbance، وهنا يصير عندنا خربطه بالاسيد بيز disturbance، وصل له الابزوربشن يصير له ديفكت. نيجي على الديستريبيوشن، السلفا دراجز ار باوند تو ذا سيروم البومين ان سيركيليشن اند وايدلي ديستريبيوتد ثرو اوت ذا بودي تيشو. سلفا دراجز بنتريت ويل انتو ذا سيربرال سباينال فلويد، ايفن انه ماكو انفلاميشن فهو ينتشر إلى اند كروس بلاسنتا بارير تو ذا انتر فيتال فيتال تيشوز. اذا معناها يوصل عندي يعبر البلد برين بارير ويوصل للسي ان اس، ويعبر عندي من هو البلاسنتال بارير اللي هو يعني بيت الرحم، يوصل يعني يعبر عفوا المشيمه ويوصل الفيتس بالنسبه للبرجنت وومن. نجي على الميتابوليزم مالته، السلفا دراجز ار استيليتد، شوف رجعنا استيليتد اند كونجيجيتد برايمرلي ان ذا ليفر. اذا معناها البيشنت اللي عنده الاستيليتر ميكانيزم عنده ضعيفه او سلو، او مثلا عنده ابسنت غير موجوده، هاي شنو معناها؟ معناها يسوي له مشكله، المشكله انه راح يصير عندي توكسيسيتي. اذا سلفا دراجز ار استيليتد ان كونجيجيتد برايمرلي ان ذا ليفر، ذا استيليتد برودكت از ديفويد اوف ذا انتي مايكروبيال اكتيفيتي، يعني معناها عندي المنتجات اللي من بعد الاستيليشن اللي يسوي لها استيليشن حتى تصير لها ميتابوليزم، هاي نوت اكتيف ميتابولايت، اللي هي يعني ديفويد فاقده الانتي بكتيريال اكتيفيتي بت ريتين ذا توكسيك بوتنشال، لكن تبقى سامه. يعني اخوان مشكله انا عندي، المشكله انه هاي الماده تبقى سامه بحيث انه يعني الاكتيف ميتابول نوت اكتيف ميتابولايت او استيليتد ميتابولايت مالتها حتى لو تبقى باليورين، فمشكله ممكن انه يسوي لي توكسيك افكت وما بيها انتي بكتيريال افكت. زين، اليوم تنمو هاي او تصير عندي
اكتف هذا اللي هي الاستريتد ميتابولايت، تسوي البريسبيتيشن وين تترسب بالنيوترال اور اسيدج بي اتش. لكن الالكلينيزيشن بي اتش اللي هسه راح نتطرق له بالمحاضره، هذا بالالكلينيزيشن بي اتش يعني بالقاعده القلويه او بالمحيط القلوي او القاعدي، ما يقدر انه يعني يصير له بريسبيتيشن، وما ممكن نسوي له كريستال يوريا وذا السؤال. This causes crystalline urea، يعني يسوي ستور فورميشن از ا بوتنشال دامج تو ذا كيدني. يعني معناه اخوان بالنسبه للميتابوليزم، الميتابوليزم مالته اما يكون عن طريق الاستيليتد اور كونجيجيتد. تفكك عندي السلفا دراج اللي هو طبعا اورال، تفكك عندي السلفا دراج، صار عندي استيليتد برودكتس. هاي الاستيليتد برودكتس يعني المكونات اللي بيها استيليشن تريد تتخرج تطلع من اليورين، غير تطلع لا ما تطلع. ليش؟ لانه يصير ريسبيتيشن. ليش؟ لانه المحيط عندك حامضي، مثلا اذا موجود اكو محيط حامضي او نيوترال او متعادل، فمشكله هذا البي اتش مالته لازم. زين احنا شو نسوي بالحاله حتى نتخلص؟ ننطي لازم نسوي يعني ننطي فد علاجات، نسوي المحيط قاعدي يعني الكلينيزيشن نسوي لليورين، فبالتالي ما راح ممكن انه يبقى الاستيليتد برودكت، فبالتالي هي المشكله تعتبر لحد الان توكسيك بوتنشال ماتيريال، فممكن انه تخلص منها ما يصير بيها بريسبيتيشن، ما يصير بيها كريستال يوريا، وبالتالي ما راح تسوي لي ستون حتى نحافظ على الكدني. الاكسكريشن اند تشينج سلفا دراكس اند ميتابولايتس. اذا عندي بيصير ميتابوليزم، عندي اند تشينج سلفا دراكس، اذا ما دام مكتوب اند تشينج احنا حافظين اي شيء اند تشينج يطلع باليورين هو بي انتي بكتيريال افكت، ممكن يفيدني باليو تي اي. And metabolites are eliminated by glomerular filtration and secretion, requiring dose adjustment with renal impairment. ليش؟ لأنه عن طريق اليورين لازم أسوي dose adjustment بحالة renal impairment. Sulfonamide may be eliminated in breast milk. أيضا موجود تطلع عن طريق الحليب للطفل. زين نيجي على adverse effect أخوان مرتين. Adverse effect هو الكريستالين يوريا. Nephrotoxicity may develop as a result of the crystalline urea. Adequate hydration and alkalization of the urine can prevent the problem by reducing the concentration of the drug. مثل ما حكينا انه الالكنايزيشن او مثلا adequate hydration راح ممكن انه يمنع الكريستالان يوريا، يمنع الريسبتيشن مال اللي هي اللي قلنا عليها الاستيليتد برودكت اللي تعتبر توكسيك بوتنشال برودكتس، فبالتالي يمنع تكوين الحصو يعني اللي هو الستون، فبالتالي ممكن نحافظ على الرينال مالنا. الهايبر سنسيتيفيتي طبعا يكون عنده مشكلتين عظيمتين، واحده عظيمه واحده اعظم منها والعظمه لله. يعني انه اول شيء عند الهايبر سنسيتيفيتي مشكله، طبعا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن هو دائما اللي عندك حساسيه السلفه، اذا سامع بيها حساسيه السلفه، فهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز such as rash، يصير عندنا يعني رش اللي هو مثلا يعني حكه واحمرار بالجلد، انجيو ادمه تورم بالجلد يصير، تجمع الفلويد بالادمه انجيو ادمه يصير، اور ستيفن جونسون سيندروم. طبعا ستيفن جونسون سيندروم هسه اذا دبروها بالانترنت وطلعون الصور مالته، شلون الشخص اللي يعني محترق، هو ما محترق بالنار، لا هو هذا رياكشن يعني طبعا توكسيك رياكشن وليثل يعني لايف ثريتنينج يعني يهدد الحياه. ستيفن جونسون سيندروم may occur when patient report previous sulfa allergy، يعني يكون انه اذا صار عندك علم انه البيشنت عنده سلفا allergy لازم انه دير بالك من انه يعني تنطي ثيرابي او بريسكربشن بها نوع من انواع السلفه، كون حاضر من الموضوع. الشغله الاعظم منها الهيموتوبايتيك ديستربنس. شنو الهيموتوبايتيك؟ الهيموتوبايتيك يعني شغله متعلقه بالبلاد كومبوننت، البلاد كومبوننت اللي تكون نيتروفيلز الوايت بي سي مثلا الار بي سي البليتلت، كل هاي متعلق بها. هيموليتيك انيميا اللي هي الانيميا التحلليه is encountered in patient with G6PD deficiency. شنو G6PD deficiency؟ سامعين بيه هذول اللي يسموه عنده حساسية الباجيلا، فهذا كون دير بالكم من عنده. ليش؟ لأنه ممكن أنه يتحسس للسلفا دراجز، لذلك مثلا من يجيكم الصيدلي يا عندك حساسية باجيلا، إي عندي حساسية باجيلا، أو كان طفل عنده حساسية باجيلا هذا الولد الشاب الصغيرون، قول يابا مثلا معناها هاي معناها ما لازم ما أعطيه مثبريم شراب اللي هو الكومبينيشن أوف بترايميثابرين بلس سلفاميثاكسازول،
واضح، لان هذا مشكله علي عنده حساسيه من السلفه والليثبريميا الذي، واضح الفكره. الجرانولوسايتوبينيا أو ثرومبوسايتوبينيا يعني يقل انه الجرانولوسايت تقل، وعندنا ثرومبوسايت يعني اللي هو البليتليت ايضا تقل. وعندي الفيتر رياكشن هاف بي ريبورتد فروم ذا اسوشيتد جرانولوسايتوسيس بلاستيك انيميا اند اذر بلاد ديسكرياسيس، يعني خربطها بعمل البلاد. زين، هنا عندنا نقطة أخرى مهمة، الكرنكتيكاس. شنو الكرنكتيكاس؟ طبعا شوفوا إخوان، يعني كل علاج، طبعا هو هنا متعلق نقول بالبيبي بالطفل، كل علاج يسوي ديسبليسمنت للبروتين المتصل ويا من؟ متصل ويا مع البلروبين. مو اكو احنا عندنا جزيئة بلروبين وجزيئة البومين مثلا، فهو عندنا البومين او بروتين خلينا نقول متصل ويا من؟ متصل مع البلوروبين. يجي هذا العلاجات، بعض العلاجات شو تسوي؟ مثلا عندك الاسبرين، مثلا عندك السلفه، هاي السلفه او الاسبرين شو يسوي؟ يجي يتحد مع الالبومين او يتحد مع البروتين المتصل بالبلوروبين، شو يسوي؟ ياخذ الالبومين اليه ويخلي لك البلوروبين حر. هذا البلوروبين حر والطفل صغير، وبعده الجدار البلد برين بارير ما متكون بشكل صحيح وبشكل قوي، وما له القدره انه يشد من نفسه ويحمي نفسه، فممكن انه كل البلوروبين وين يدخل اخوان؟ يدخل للبرين. فبالتالي يصير عندي شنو يعني يصير عندي اللي هو الكرنكتيكاس، اللي هو يعني خلينا نقول تلف بالدماغ. اذا بلوروبين اسوشيتد برين دامج كرنكتيكاس may occur in newborn because sulfa drug displace bilirubin from the binding site on the serum albumin. اذا معناها يزيح البلروبين من الالبومين. ليش؟ وهذا شو يسوي السلفي؟ يروح لمن؟ افينيتي مال تعالي السيروم البومين، يتصل بيه ويخلي لك خطي هذا البلروبين دايح. من يخليه دايح وين يروح؟ يروح يصعد للبلد، يعبر البلد برين بارير، واضح؟ فمن يعبر البلد ويوصل للبرين، من وصل للبرين سوى المشكله اللي هي شنو هو؟ البرين دامج اللي هو الكرنكتيكاس. The bilirubin is then free to pass into the CNS because the blood brain barrier is not fully developed. شوف not fully يعني fully developed، فبالتالي يصير عندنا خربطه. drug potentiation قوة، يعني شيء قوي شيء انه شنو drug potentiation؟ sulfamethoxazole potentiate the anticoagulant effect of the warfarin due to the inhibition of cytochrome 2C9. شنو معناها؟ اخوان خليني افهمكم في النقطه، اكو عندنا synergistic effect واكو عندي potentiated effect. الساينرجستيك افكت انه تجيب درجات اثنين، واضح، مثلا خلينا نقول هذا الدراج اللي هو سلفاميثاكسازول مع الترايميثوبريم يصير له كومبينيشن، شو يعطينا؟ يعطينا انتي بكتيريال افكت. يعني شنو الافكت اخوان؟ الافكت هو باتجاه واحد، يعني الهدف مثلا اضرب لك مثل، يعني معناه شو يسوي؟ هذا يسمونه ساينرجستيك افكت. اخذنا احنا مثال الاموكسيسيلين وجبنا لك لافولانك اسيد، خوش الاموكسيسيلين 500 ملي جرام والكلافولانيك اسيد 125 ملي جرام، صار عندنا 125 ملي جرام من كومبينيشن، سميناه الاوجمنتين من كلمه اوجمنتد يعني قوه. اذا هذا يسمونه سينرجستيك افكت. اثنيناتهم الهدف مالته شنو هو؟ الهدف مالته هو انه يسوي لي ال الانتي بكتيريال اكتيفيتي. لكن اكو بوتنشيشن افكت، يعني واحد يقوي الثاني على عمله. يعني مثلا انت، انا مثلا خلينا نقول يعني مثلا صيدلان عندي فد مشكله، هو شنو؟ هو التنقل من بيتي لمحل عملي، فيجيني شخص اخر، الشخص هو الاخر بعيد عن عملي بس هو شنو؟ عنده سياره، شو يسوي؟ ياخذني من بيتي لعملي يساعدني، يسوي بوتنشيشن في سبيل شنو؟ اؤدي غرضي كصيدلاني، اؤدي غرضي كصيدلاني. هذا نفس الشيء انه سلفاميثاكسازول يقوي الوارفرين حتى يؤدي الغرض مالته اللي هو انتي كوجولنت افكت، واضح. فبالتالي باي ويتش ميكانيزم؟ باي انهبيشن اوف سايتوكروم، يعني اللي هو الايزو انزيم سايتوكروم بي 2 سي 9 ريزلتنج ان ريديوس كليرنس اوف وارفرين. يعني ماكو كليرنس الوارفرين، معناها يزداد شنو؟ يزداد الليفل مالته. سلفونامايد ماي اولسو ديسبليس وارفرين فروم ذا بايندينج سايت اوف سيروم البومين. هاي مشكله هماتين، يعني خلالك الوارفرين حر 100%. شلون؟
بطريقتين، اول شيء وخرم من السايت اوف بايندنج للسيرم البومين، وبنفس الوقت انهبيشن اوف الميتابوليزم مالته، يعني خلاه فري 100%. اذا معناه بالحاله ممكن انه راح شو يسوي؟ يزيد عندي شنو هو البليدنج. اذا وعندنا ايضا السيرم ميثوتريكسيت ليفل ماي رايز ثرو بروتين بايندنج ديسبليسمنت، يعني ايضا باستخدام السلفاميثاكسازول مع الميثوتريكسيت ممكن انه هم يسوي لي فد مشكله. زين اذر سايتوكروم تي 2 سي 9 سبستريت مثل عندنا الفينيتوين اللي هو انتي بيبتيك دراج may have an increased concentration when given with sulfonamides. نجي على الكونترا اندكيشنز. Due to the danger of the كرنكتيكوس, سلفا دراج should be avoid a newborn. حلو. إذا معناها طفل أقل من شهرين أنا ما ممكن أنطي شنو سلفا دراج. وإن يكون حتى لو مثلا يعني على السكين، حتى لو أكو عندي صار بير على السكين مستحيل أستخدم الياء. لأن ممكن يصير systemic absorption يسوي لي بلاد ديسكرياسيس، يعني خربطه بالبلاد، او مثلا يخربط لي عمليه انه يصير لي مثلا كرنكتيكاس وهكذا. زين as well as in pregnant women، والمراه الحامل ايضا ليش تنتقل للمن للفيتس، وايضا البريست فيدنج، حتى المراه اللي عندها يعني بريست فيدنج او ترضع طفلها ايضا مشكله هاي لازم اني ما انطيها مجموعه السلفونامايد. Sulfonamide should not be given in patient with receiving methionine since they can crystalline in the presence of formaldehyde. هنا ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي الفورمالدهايد كومباوند. هذا الفورمالدهايد ترى هاي توكسيك، يعني فورمالين، يعني ماده توكسيك، فبالتالي راح ممكن انه يسبب لي يعني توكسيك افكت وتوكسيسيتي للبيشنت. فلذلك السلفونامايد مع الميثينامين دراج دراج انتراكشن، وشنو دراج دراج انتراكشن خطر جدا دينجرس. زين نيجي للدراج اللي هو الاخر ترايميثوبريم. ترايميثوبريم از ا بوتنت انهبيتر اوف بكتيريال داي هيدروفوليت ريدكتيز، واز انيشيالي افيلبل ان كومبينيشن وذ سلفونامايد سلفاميثاكسازول. اول شيء بالبدايه اول ما اكتشفناه هو كومبينيشن مع السلفاميثاكسازول، لكن بالاخير بعدين انه يعني لقوا انه ممكن انه واحد ايضا يعطينا الغرض، يعني يا سبحان الله انه يعطينا غرض انتي بكتيريال، ويعتبر هذا سينرجستيك افكت للترايميثوبريم از موست كومنلي يوز ان كومبينيشن وذ وات وذ سلفاميثاكسازول. ميكانيزم اوف اكشن مال الترايميثوبريم از ا بوتنت انهبيتر اوف بكتيريال دي هيدروفوليت ريدكتيز، انهبيشن اوف ذيس انزيم بريفنت ذا فورميشن اوف ميتابوليتيكالي اللي هو الاكتيف فورم اوف ذا فوليك اسيد، اذا يمنع تكوين الفوليك اسيد بواسطه شنو الانهبيشن المنلي الداي هيدروفوليت ريدكتيز. زين تترا هيدروفوليك اسيد ان ذاس انترفير وذ ذا نورمال بكتيريال سيل فانكشن، اذا معناها ايضا السيل فانكشن راح يتوقف، اذا معناها ايضا هذا ستاتيك. ترايميثابريم بايند تو ذا بكتيريال داي هيدروفوليت ريدكتيز more readily than it does to human dehydrofolate reductase, فبالتالي which account for the selective toxicity of the drug. إذن معناها هنا selectivity مالته هو ميول الترايميثبرين إنه يرتبط بالبكتيريال dehydrofolate reductase أكثر من الهيومن dehydrofolate reductase enzyme، فبالتالي إنه ما نخاف من عنده ما يسوي لي اللي سوانا إياها السلفا جروب اللي هو ممكن إنه يعبر ويسبب لي مشكله بخصوص اللي هو الكرنكتيكاس والبلاد ديسكرياسيز ثرومبوسايتوبينيا ادرينوسايتوسيس ادرينوسايتوسيس، فهي كلها ممكن انه يسوي لنا اياها السلفاميثاكسازول. هنا لا، ليش؟ لانه هنا عنده سيلكتيف توكسيستي للبكتيريال بكتيريال انزيم اللي هو داي هايدرو داي هايدرو فوليت ريدكتيز. زين antibacterial spectrum. شنو antibacterial spectrum of this antibacterial spectrum of trimethoprim is similar to that of the sulfamethoxazole. نفس السلفاميثاكسازول. However, trimethoprim is 20 to 50-fold more potent than sulfonamide. طبعا احد زملائكم سال انه يا شلون هذا مثلا يصير اعلى، هو هذا طبعا حقيقه باستخدام بالاوساط الزرعيه، طبعا بالاوساط الزرعيه انه لقوا انه يابا
الترايميثبريم هو اقوى من السلفوناميد بتقريبا 20 الى 50 مره، لكنه صار كومبينيشن وصار بانه نستخدم البكتيريال انفكشن كلينيكالي تقريبا يعني مساوي للفيرت مالته. الترايميثبريم may be used alone in the treatment of urinary tract infection UTI and it is and in the treatment of bacterial بروستايتس، يعني حتى بالبروستات التهاب البروستات ممكن يستخدمه. على العموم انه عندنا الفلوروكوينالونز اند كوتريماكسازول ار بريفيرد، اللي هو كوتريماكسازول اللي هو الكومبينيشن اوف سلفاميثاكسازول اند ترايميثبريم. يقول ذني مفضلات. نجي على الريسيستنت. الريسيستنس ان جرام نيجاتيف بكتيريا از ديو تو ذا بريزنس اوف ان الترد دايهيدروفوليت ريدكتيز that has a lower affinity for trimethoprim. انه يعني يقل الافينيتي للترايميثبريم. ليش؟ لانه راح يغير عندنا الداي هيدروفوليت ريدكتيز الافينيتي مالته، يغير يعني يسوي في تشينج. وما دام هو ريدكتيز اذا انزيم، ما دام انزيم اذا اكو عنده بي جين، والجين ممكن يصير له جين اكسبريشن ويسوي ميوتيشن، فبالتالي الافينيتي مالته راح تقل للترايميثبريم. فلكس بامب ايضا دراج may play on decreased permeability to the drug may play a role. يعني ايضا هو عندنا الافلكس ميكانيزم ايضا مهمه، هاي الميكانيزم في سبيل انه تفقد لي او تطرد لي اكبر كميه من الدراج. زين الفارماكوكاينتيك، ترايميثبريم is rapidly absorbed following oral administration because the drug is a weak base. Higher concentrations of the trimethoprim are achieved in the relatively acidic prostatic and vaginal fluids. The drug is widely distributed in the body tissue and the fluids, including the penetration to the cerebrospinal fluid. Trimethoprim undergoes some of the hormonal or demethylation. هذا نوع من أنواع الميتابوليزم اللي هو الميتابوليزم. But 60% to the 80% is renally excreted unchanged. وهذا طبعا جدا مهم، يقول لي unchanged اذا يخدمني بعمليه انه العلاج اليو تي اي. نجي على adverse effect. الترايميثبريم كان produce the effect of folic acid deficiency. هنا من صار عندي folic acid deficiency. These effects include megaloblastic anemia اللي هي واحده من انواع الانيميا اللي مرتبطه بالفوليك اسيد والفيتامين بي 12. megaloblastic anemia، ليكوبينيا قلة بالوايت بي سي، اند اجرانولوسايتوبينيا قلة بالخلايا يسمونها الحبيبية، especially in pregnant patient and those with the nutrient poor diet. يعني البيشنت اللي ما يتغذى بشكل صحيح الاكل مالته انه ممكن يسوي له هاي الحالة. These blood disorders may be reversed by simultaneous administration of folonic acid. دائما شنطه ويا العلاج نطفة شيء اسمه يسمونه فولونيك اسيد اللي ممكن يسمونه اللوكوفورين. طبعا هذا اللوكوفورين جدا مهم بالكانسر كيموثيرابي، ممكن انه نطيل البيشنت اللي هو عنده علاجات تستهدف الفوليك اسيد مال الماميليان سيلز، يعني خلايا سرطانيه نستهدف نطيها دراج. هذا الدراج يستهدف الفوليك اسيد في سبيل حتى يوقف عملية الجروث مالتها، لكن بالمقابل يصير عندي نقص بعض بالفوليك اسيد. فشو اسوي بالحالة؟ انطي لوكوفورين حتى احاول انه اعوض من اللوكوفورين الخارجي. Which does not enter bacteria. انه ما يدخل البكتيريا. Trimethoprim has a potassium severing effect. شنو potassium severing effect؟ يعني معناها يزيد كمية البوتاسيوم بالبلط. فبالتالي ممكن يسوي لي هايبركاليميا. Especially طبعا يزداد هذا الهايبركاليميا، يعني تزداد الافكت مالته من استخدم انذر ادراج اللي هو ايضا يسوي الهايبركاليميا، واحده من عندهم يسمونه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتر اللي هو الايس انهبيتر، علاجات الضغط. واضح؟ فهذا هو الادراج مالتنا. نجي على انا بس استاذنكم دقيقه بس ولو زحمه عليكم تراني.
اخويا بطل ذبيتها ذبه ذبه فشل جبت لي. يلا اخوي ذبه يا يلا يلا اخوي يلا روح. الكوتري ماكسازول عفوا the combination of trimethoprim with sulfamethoxazole called كوتري ماكسازول showed greater antibacterial activity than equivalent quantities of the either drug used alone. يعني من اجيب مثلا خلينا نقول مثلا فد 100 مللي جرام من السلفاميثاكسازول و100 مللي جرام مثلا من الترايميثابرين اعطاني فد افكت معين، لكن المشكله انه من اعطيت كوتري ماكسازول لا راح يعطيني فد دبل افكت، وهذا كلش يخدمني بعمليه انه كسينرجستيك افكت، يعني واحد زائد واحد يساوي ثلاثه. The combination was selected because the synergistic activity and the similarity in the half-lives of the two drugs. طبعا هو لانه مشابه للهالف لايف مالته، طبعا انت ما يصير تخبط علاج مثلا الهالف لايف مالته ربع ساعه وواحد العلاج مالته الهالف لايف مالته 3 ايام، ما ترى هاي مو كومبينيشن هذا. لذلك هو ايش قال؟ قال لك الهالف لايف مالته يعني متساوي، لذلك واحده من الاسباب اللي صارت لها كومبينيشن. زين ميكانيزم اوف اكشن، the synergistic antimicrobial activity of cotrimoxazole result from its inhibition of two sequential steps in the synthesis of trihydrofolic acid. طبعا ان الخطوتين اللي هي عمليه الكومبتيتيف من البابا وبنفس الوقت الداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم يسوي الانهبيشن باي تريميثابريم، ايضا هي هاي العمليه الثانيه مالتها. لذلك عندنا سلفاميثاكسازول انهبيت ذا انكوربوريشن اوف بابا اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد انتو داي هيدروفوليك اسيد بريكرسر، اند تريميثابريم راح يسوي بريفنت ريدكشن اوف ذا داي هيدروفوليت تو ذا تترا هيدروفوليت by binding to the dihydrofolate reductase enzyme. Antibacterial spectrum, cotrimoxazole has a broad spectrum of the antibacterial action than the sulfa drug alone. It is effective in the treating of UTI and respiratory tract infection وايضا بعملية يعني او شغلة انه التهاب الصدر as well as اللي هو pneumocytosis وعندي الاستيريا مونوسايتوجينيسيس والسالمونيلا، السالمونيلا يسوي لي التايفويد، سالمونيلا تايفي يسموه انفكشن. It has activity against methicillin resistant staphylococcus aureus and can be particularly useful for skin and soft tissue infections caused by this organism. طبعا لحد الان اطباء يستخدمون اللي هو الكوتري ماكسازول اللي هو الميثبريم واللي يسمونه وال يعني هو التراي ميثبريم والسلفاميثاكسازول كومبينيشن لاغلب الدرجات اغلب الانت يعني الاورجانيزم البكتيريال اورجانيزم، خاصه يعني الاورجانيزم الشائعه اللي يشتغل عليها مثل هذا العلاج. It is a drug of choice for infection caused by susceptible nocardia species and ستينوتروفونوم اللي هو مالتوفيليا نوع من انواع البكتيريا ايضا ممكن انه يشتغل عليها ويعتبر drug of choice بالنسبه له. نيجي على resistant to the trimethoprim sulfamethoxazole combination is encountered less frequently راح تكون اقل طبعا than resistant to the each of other alone drug، يعني انه اقل يعني شو نقول اقل من انه كل واحد وحده because it's require bacterium to the maintain simultaneous resistance، يعني يراد لها انه تهيئ نفسها انه تسوي لي مرتين تسوي لي resistance، مره تسوي لي الكومبيتيشن اوف بابا وبنفس الوقت تسوي لي displacement او مثلا يسوي لي فد inhibition انه او يسوي لي activation للريدكتيز الريدكتيز بواسطه اللي هو الانزيم يسمونه dihydrofolate reductase اللي يسبب لي اتريوميثابريك. لذلك تواجه صعوبه البكتيريا بعمليه الريزيستنت، لذلك significant resistant has been documented in the number of clinically relevant organisms مثل عند الايكولاي فقط اللي سوت لي قدرت تسوي لي هاي الحاله اللي هو resistant. الفارماكوكاينتيك كوتريماكسازول is generally administered orally. Intravenous administration may be utilized in patients with severe pneumonia ممكن نستخدم لـ severe pneumonia by اللي هو pneumocystis
جرنوفي او بوث ايجنتس ار ديستريبيوتد ثرو اوت ذا بودي، يعني ينتشر بكل الجسم. تريميثبرين كونسنتريتد ان ذا ريلاتيفلي اسيدك ميليا اوف ذا بروستاتيك فلويد. طبعا هناك انه عندي خاصه بالبروستات دائما، يعني اتحدى عن اطباء يعني الجينيتو يورينري، يعني اطباء البوليه والتناسليه يستخدمون هذا العلاج، خاصه عندنا انه بالبروستات انفكشن. ليش؟ لانه بالبروستات انفكشن لقينا انه صعوبه بدخول الانتي بايوتكس، فقط عندي يدخل عدد قليل من الانتي بكتيريال، وخاصه عندي واحد من عندهم اللي هو كوتريماكسازول. And this account for the use of trimethoprim sulfamethoxazole in the treatment of prostatitis. طبعا هذا جدا مهم، خاف يجيكم بالام سي كيو انه استخدام علاج للبروستايتس اللي هو عندنا هو الكومبينيشن كوتريماكسازول. كوتريماكسازول ريدلي كروسز ذا بلود برين بارير، بوث بارنت دراجز اند ذير ميتابولايت ار اكسكريتد ان ذا يورين. اذا معناها العلاجات النفسيه والميتابولايت مالتها يصير الاكسكريشن مالتها عن طريق اليورين. نيجي على ادفيرس افكت مالتها، ادفيرس رياكشنز and the drug interactions related to the cotrimoxazole are similar to those expected with each of the individual components, sulfamethoxazole and trimethoprim, اللي هو الكومبينيشن. The most common adverse effects are nausea, vomiting, skin rash, hemolytic toxicity and hyperkalemia. يعني يجمع لك يسمونه individual components، إذا جمع لك بالنسبة للأدفيرس افكت مال السلفاميثاكسازول والأدفيرس افكت مال الترايميثبريم، فبالتالي يجمعها ويسوي كومبينيشن فيصير كولكشن. يعني نيجي على اليورينر تراكت انتيسبتيك انتي مايكروبيالز. طبعا اكتيفيتي يو تي اي اليورينر تراكت انفكشن ار ون اوف ذا موست كومن بكتيريال انفكشن ان ذا وورلد، برايمري امباكتنج وومن الدرلي. طبعا دائما تصاب بها النساء والرجال الكبار بالسن. Historically, fluoroquinolones and clotrimoxazole have been the first line therapy. طبعا هو هذا drug of choice and first line therapy for the treatment option of UTI. Unfortunately, لسوء الحظ, resistant has increased among common pathogens. طبعا هنا resistant دائما تزداد عندنا بهيك حاله، مثل عندنا الايكولاي. الايكولاي دائما يسوي لنا ريسيستنت لذني such drugs. As a result, ميثانامين، نيتروفيورانتوين and فوسفومايسين can be considered for the treatment or suppression of the recurrence due to their efficacy against common pathogens and high concentration in the urine. يعني معناها انه ايضا اكثر عندي اكثر العلاجات اللي تستخدم لهذه الحاله، خاصه انه دائما عندنا هذا الفيورودانتين يسمونه اللي هو النيتروفيورانتوين والفوسفومايسين. ليش؟ لانه تركيز يكون كلش عالي باليورين من يطلعن ويطلعن ان تشينج، فبالتالي ممكن انه يدمرن البكتيريا ويقضن عليها ويعطيني فد علاج لليو تي اي بصوره جيده وحلوه. ميثانامين ميكانيزم اوف اكشن، ميثانامين سالت ار هيدرولايز تو امونيا اند فورمالديهايد ان اسيديك يورين. امونيا وان وات formaldehyde in acidic media. For maldehyde denaturate protein and nucleic acid. يعني هاي مشكلة إنه يسوي denaturation إما للبروتينز والنيوكليك أسيد الحامض الأميني. Resulted in bacterial cell death. هاي كيفنا عليها. لكن ممكن عندنا الميثانامين is combined with the weak acid. For example, heboric acid to maintain urine acidity and promote the production of the formaldehyde. إحنا المشكلة عندنا وين؟ إذا تكون عندي الفورمالديهايد بكميات، فبالتالي راح يصير عندي مشكلة إنه ممكن يصير توكسيك إفكت. الأنتي بكتيريال سبيكترم ميثانامين is primarily used for chronic suppressive therapy to reduce the frequency of شنو of UTI. إنه دائما الفريكونسي of UTI ممكن إنه نعطيها الميثانامين. الميثانامين is active against E. coli, Enterococcus species, streptococcus species ايضا sorry staphylococcus species. It is some activity against proteus, ممكن ال species of proteus يغطيها، ممكن يعني ال proteus clebsiella ممكن يغطيها، ممكن ما يغطي ال proteus الاخرى. Pseudomonas aeruginosa ممكن انه يغطيها.
But urine pH must be kept acidic to achieve bactericidal activity. يعني اذا هنا بالحاله اذا تحول الى الكلاين، انه معناها الكلاين معناها ما راح يشتغل عندي الميثانامين، لان انا الهدف من عنده انه يسوي لي فد سمول امار او فورمال دهايد حتى تو وات تو كل، يا هو تو كل ذا بكتيريا. ذا مين بنفيت اوف ميثانامين از ذا ليك اوف سيلكشن فور ريسيستنت اورجانيزم. هنا يفقد السيلكتيفيتي مالتها. ميثانامين از اورالي ابزورب with up to 30% or 30% decomposing in the castor choice and less protected by the enteric coating. هنا لازم انه شو نسوي؟ نحميها بالانتر كوتنج، يعني نصنعها على شكل انتر كوتنج. It reached the urine through tubular secretion and glomerular filtration عن طريق ذني الميكانيزمات انه يوصل لليورين. Concentrations are sufficient to treat susceptible organisms. لازم الكونسنتريشن مالته يكون كلش كافي حتى شو يسوي؟ يقتل الاورجانيزم. Due to ammonia formation use should be avoid in the in hepatic insufficiency، لانه راح يكون لي امونيا، فانا بالمشكله عندي راح يكون عندي كونترا انديكيتد بالبيشنت اللي عنده hepatic insufficiency او مثلا يعني ليفر خلينا نقول سيروسيس او hepatic defect. نيجي على ادفيرس افكت. The major adverse effect of ethanamine is gastrointestinal distress although at higher doses albuminuria hematuria and rash may develop. يعني انه يصير عندي البومينيوريا يطلع عندي باليورين البومين بكميات، ويصير عندي هيماتشوريا اللي هيماتشوريا اللي هي الادرار الدموي، وممكن عنده يصير حكة ديفلوب من هاي الحاله. ميثانامين ماندلايت از كونترا اندكيتد ان بيشنت وذ رينال انسفشنسي. يعني المشكله هاي بالرينال انسفشنسي because mandelic acid اللي هو mandelic acid may precipitate right so precipitation but the methylamine hyborate formulation should be used instead. يعني معناها لازم ابدل انه السلط مالته اللي هو بدل ما ميثينامين ماندليت الا راح شو اسوي؟ ميثينامين هيبوريت. وبالتالي هذا التركيبه ممكن تخدمني بحاله انه اذا عندي رينال انسفيشنسي. عندنا ملاحظة اللي هي السلفونامايد such as clotrimoxazole react with the formaldehyde and must not be used concomitantly with the methanamine. يعني هذا عملية انه هو drug drug interaction راح يصير عندي. The combination ممكن شو يسوي؟ increase risk of crystalline urea and mutual antagonism. فممكن يعني انه يسوي لي واحد يثبط عمل الثاني، وبالتالي ايضا يصير عندي increase the risk of crystalline urea. نيجي على النيتروفيرادانتين. نيتروفيرانتين was introduced into clinical practice for the management of cystitis، يعني التهاب التهاب المثانة البكتيري، in the early 1950، يعني 1950. For decades لعدة عقود it was rarely used، ضعيف الاستخدام، but was restricted due to the increasing antibiotic resistant among enterobacteriae and is considered the first line therapy for uncomplicated cystitis. يعني عند ال uncomplicated cystitis غير معقدة ممكن انه يعتبر هو ال first line. Nitrofurantoin works by inhibiting DNA and RNA synthesis اللي هو للبكتيريا طبعا. Susceptible organisms include الإيكولاي، كليبسيلا، انتيروكوكس، and staphylococcus. Following oral administration، تخلي يعني الكبسولة وتبلعها، it is rapidly absorbed with nearly 40% excreted and changed in the urine. حلو، يعني 40% يطلع من عند باليورين and changed. يعني كلش كلش محترم عملية UTI. Overall, nitrofurantoin is well tolerated. طبعا هاي well tolerated لا، يعني حقيقة أنا بالنسبة لي يعني هو أنا جربتها وهسه راح أشوف لكم ايش كومن ادفيرس افكت مالته جد مزعجه. كومن ادفيرس افكت مالته انكلود نوزيا، فوميتنج، دياري. لكن المشكله وين؟ النوزيا القويه اللي يسويها والفوميتنج القوي. فلذلك احنا دائما ننصح اخوان، ننصح نقول يابا فرونتاين من تريد تطيب تقول له يابا من تشربه تشرب وراء جلاس ماي كبسوله. يعني هو طبعا هو مكتوب 1 باي 4 بس انا ما اقدر اعطي 1 باي 4، اعطي 1 باي 2 مثلا. نقول له يابا اشرب اشرب المي وياه، لكن ورا نص ساعه اشرب لك جلاس حليب او جلاس لبن ورا نص ساعة
حتى ممكن انه يصير فد يعني انه في الطبقه عازله، وبالتالي ما راح انه ياثر على المعده مالتك يا المريض، وبالتالي ما راح يصير عنده نوازيه قويه. اللي هو يسمونه الكاسترو انتستينال توكسيسيتي. Rare complications of the therapy include pulmonary fibrosis, neuropathy, neuropathy sorry, and autoimmune hepatitis. طبعا هاي جدا rare، جدا rare rare يعني مو يعني تكاد لا تذكر. These events are observed with prolonged exposure greater than 1 month. طبعا هو مات 1 month يسوي لك pulmonary fibrosis، لا يعني بس وانه يعني حقيقه يعني فوق الست اشهر ممكن. هاي وحده. الشغله الثانيه ورير هي الشغله الثالثه والمهمه اخوان، يعني حقيقه احنا بحاله انه البيشنت اللي هو بروستايتس واون فولي كاثيتر، يعني مخلي له صونده ادرار، بالساعه اللي انت خليت فيها صونده ادرار لازم اول شيء ما تبدي ويا تبدي نيتروفيورنتين، يعتبر دراج اوف تشويس كانتي بكتيريال، نخاف من السيستايتس التهاب المثانه. Additionally, patients with impaired renal function should not receive nitrofurantoin due to the increased risk of adverse effect. طبعا هو بالرينال فانكشن ايضا ما ممكن انه نستخدمه. هنا انتهت المحاضره مالتنا. وان شاء الله المحاضره الجايه نبدي نوضح لكم مثل ما اتفقنا، نوضح لكم اللي هي الانتي مايكروبكتيريوم والانتي فانجل. ان شاء الله تنتهي المحاضرات وانتهي المنهج. شكرا جزيلا لكم. اخوي الله يساعدك، شلون اخوي، ايش اخبارك؟ شلون صدر اخوي، بشرنا. لا ايش جد جزاءات؟